لا تقول الياس هالدم ما بنيته، قول ان الله في الشده معي. كنت بزا شريف انا زوجة مسعود بوعيطة، كنت في عمري 21 سنة، زوجت مع زوجي الأول، وأنا كنت شي اسمها شوية مريضة، طالع لي السكر، الغش، نتغشش، اسمها شغل عقبت مشاكل هكا بزاف، دمومات، حوايج بزاف، ضرورة عليا بزاف، بعد حتى واش ولات باش خرجت زعطني راجلي، زوجي الأول، زعطني، خرجني لبرا، جاب عليا مرا أخرى. للدار انا ما قدرتش باش نتحمل، رحت حتى غيرها، رحت للشارع، رحت قريب للشارع، ومن بعد رحت زهقتني انا من الدار مع 19 سنه زواج مع زوجي الاول، حتى روحت لدار بيبي زهقتني، جاب عليا مرا في الدار، من بعد هي هدتني تضربني، هدتني تقتلني، هدتني اي حاجه، قالتني ما لازم تخرج انت من الدار، انا ما قدرتش وين نروح، حتى بابا قاصر، بابا عور، بابا عندي غير ما عنديش خوتي ذكورة، عندي غير واحد مريض، ما عنده حتى دار، مهمل، بابا عور في عمره 90 سنة في الفراش، أنا ما بقيت وين نروح، عندي خواتي تي ربع بناتي بلا زواج، قاصرين في الدار، من بعد ولاو هما يقولوا لي ماشي واش أنا محتاج زعطك زوجك لو قعد في دار، قلت لهم أنا راني زوج عليا، ما نقدرش كيف نعيش معها درة أخرى. مع الدرة ما قدرتش، بعد انا روحت لدار بيبي، قعدت 3 شهور في دار بيبي، بعد جالي زوجي هذا مسعود بوعيطة، وجالي تقدم لي خطبني، انا كي جيت لهنا لعندو كنت انا طالع لي السكر بزاف طالع لي، ما كنتش على بالي بلي طالع لي السكر بزاف، طالع لي حتى بزاف بكل ما ناكلش، حكمني الدوخة، تحكمني الفبلة، تحكمني يجيني القي، تجيني ما ناكل والو، قاعدة غير قاعدة في الدار، هو يقول لي واش بيك انت، يعني ولينا يعني بكي في الدار، ما نتحمل حتى واحد يهضر معاي. هاد بعد رحت درت لي زرانيس، قلت له انايا في الدونجي، راح داني لعند الطبيب دكتور، دار لي زرانيس، قالت لي زرانيس الطبيب هاد السكر انت نتاعك طالع بزاف، قال لي طالع بزاف، طالع الربع غرامات، 5 غرامات، كي يطلع لي الربع 5 غرامات 6 غرامات، نرجع انا نقطع قشي، يحكمني هك واش ندير برك، يحكمني هذيك اللي بلا ما ناكلش بثلاث ايام بالربع ايام، نقطع روحي، نقول حتى وين نروح نتناحر، نقول نروح نتناحر برك، نروح برك، من بعد نولي نقعد في الدار، شغل زوجي هذا لا كان محترم بيا بزاف، بصح شغل ضريته هو تاني، تقلق معي بزاف. انا نصبر وشي واحد اللي فيا قد بعد داني للدكتور، قال لي داروا لي زانانيس، قالوا لي دود السكر نتاعك راه ب 5 غرامات مدام، قالوا لي ب 5 غرامات، قالوا لي داروا لي درش الدواء، داروا لي نشرب حب صباح كاشي حب دوايا صباح وواحد العشويه تاع السكر، انا نشرب في السكر وانا راني نزيد برك، انا نشرب في هذاك الدواء لي السكر وانا نزيد، رحت للدكتور قلت له هذا الدواء اللي عطيتيني راني تايق بزاف انا واش بيا، قال لي هذا الدواء كل ما تشربوش راك قال لي تعيب وتقعد معو فيك الروسه تمشي، قال لي لازم تشرب الدواء، قلت له انا الدواء هذا انا نزيد برك فيه، انا نزيد في الدواء، زيدني حبه خلاف ونشرب واحد الصباح واحد العشويه واحد، زيدني القايله هو زين وين نزيد انا نشرب وين نزيد انا نشرب، قلت له انا كيف حكمني السطر في يديا، حكموني رجليا وتعايبه ما نقدرش نمشي خلاص، تحكمني هذيك الضيقه انا ما فايد فيا والو، انا نزيد برك انا نزيد بطلت شفت ما ناكلش خلاص، ناكل غير الصلاده برك ما ناكل والو، كون ناكل غير شويه كسره ما ولا هكا ولا بول هكا بربوشه ولا معجون ولا زيد يطلع لي بزاف، يزيد يطلع لي عندي لاباراين، ندير لاباراين ربع غرامات 5 غرامات لاباراي، وقلت له من بعد قلت له انا كيفاه، قلت له لزوجي هذا قلت له لازمني نقط له الدواء هذا، قلت له انا ما نستعملوش انا هذا الدواء، انا ما فايدنيش انا زايدني خلاص، انا زايدني
ما نقدرتش، انا ما قدرتش باش نشرب هذا الدواء نتاع اللي عطاني، هذا نتاع السكر زادني خلاص. طبيبة مشيت بزاف، مشيت بزاف، شربت عام و 8 شهور وانا نشرب في الدواء تاع الطبيب، طبيب تاع السكر. يعاني معايا، يعاني معايا مسكين، يعاني معايا، يهزني يهزني صباح يكري لي طاكسي 200 ألف. نروح ما عندناش طوموبيل حنا، نكريو من الطاكسي 200 ألف، نروح ندير لي زانازي لي زانانيز ونديه من عند الطبيب. يقول لي الطبيب السكر نتاعك طالع بزاف، طالع طالع ورايح يدير لك رايح يعيبك. قال لي عيبك، يعيب لك رجليك ويديك، ما تقدرش تعترف بهم. انا كنت نسنس وحاب السطر في رجلي وفي يدي وفي رجلي بزاف، هو ولا يعالج معايا بزاف بزاف، ما لقاش الحل نتاعو كيفاه بكل. انا نبقاني ناعسه حتى الغدا ما نطيبلوش، العشاء ما نطيبلوش، حتى نقعدو هكا ما نقدرش نوض، ما نقدرش نوض باش نطيب، ما نقدرش نوض باش نغسل باش نطيب له باش نسيق له، ما نقدرش. هاد السيده هادي جبتها مريضه بالسكر، زوجتها سبيت بها، زوجت بها زمان، نلقاها دير الغش وما عندهاش العقل خلاص. ما انا حرت انايا، قلت هادي كيفاش هادي، نخليها بزاف عليا، علقها كيفاش. من بعد ديتها للطب، كي ديتها للطب فحصوها، داروا لها لي زاناليز فحصوها، مالا لقاو عندها السكر. قالوا لي يا المعلم الحاج راه مدام تاعك عندها السكر، عندها 4 غرامات، وها هو الحل. عطاوني تريتمون، عطاوني تريتمون كاسيات، كل يوم تشرب كعبة الصباح كعبة العشوة، مدة نتاع عام ونص، مدة نتاع عام ونص. كما صرت تشرب عاد تشرب في الكاسي هذاك كيف 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 كيف، كي تشرب كي ما تشربش، السكر طالع، الغش مازال كاين. من بعد أنا استعلمت بهذا الدكتور الهاشمي، اتصلت بالمحطة نتاعو في قسمطينة في القنوات نتاع الهاشمي، الدكتور الهاشمي، فهمت العلوان نتاعو. ذاك الساعة رحت ديريكت للقسمطينة، وراو لنا قالوا لك في العلوان نتاعو في القنوة نتاعو أو في البلاصة الفلانية، وهوش يداوي، يداوي السكر، يداوي كذا، يداوي كذا، يداوي المرضات بزاف، حتى المرض الخطير يداويه. بعد انا كريت طوموبيل وطلعت، لقيت العمال كي الكوفر جات الدلاتور التور تاعي، عديت ليها قالت لي واش بغيت الحاج، قلت لها دابا بغيت تريتمون تاع السكر، لمن ليك ولا؟ قلت لها زوجتي. قد ايش عمرها؟ عندها 50 سنة، 28، ما عندها حتى سكر حتى مرض غير السكر، ما عندها حتى مرض غير السكر. من بعد خلصت، خلصت 1,445,000 خاطي طوموبيل. قالت على شمانة أرواح، وجدت الشمانة هذيك. المهم قرينا الدواء هذا كامل، قدينا الأجراء تاعو كاملة، سبعة تريتمات كيما اللي جبتي، سبعة كما كنت في دونجي، سبع البيت كنت في دونجي كبير. من بعد سمعتي، من بعد عادت نهار خير من نهار، جتها الثانية عادت خير من النهار الأول، جتها الثالثة، جتها الرابعة، جتها الخامسة، جتها السادسة، جتها السابعة، السابعة برات، ويلا الحمد، برات عادت تاكل العسل، تاكل مناد، تاكل السكر، تاكل المهم الحليب، كتر خيره، وراها الدواء نتاعو يفيد، الحمد لله، والحمد لله، راها يفيد يعني 100% للسكر، يعني الناس اللي مرضوا بالسكر. وكاينين حتى من عندنا من القرية تاع ميرا السعيد،
راهم داواو عنده وبراو والحمد لله دوكا يخدموا في الجردة والحمد لله.